طلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنديروا فيه يعني كاع لي كيسيون اللي كيتحطوا في التي بي ديال البيولوجي فيجيتال. دونك كما كتشوفوا غادي نبدا معكم يعني بلي زيكزامان، يعني كما كتعرفوا ان لي زيكزامان يعني ديال التي بي كيتحطوا فيهم يعني دي كيسيون اللي هما يعني بساط، يعني خصوصا الا كان مع لي زيكزام فينال. كما كتعرفوا ان لي زيكزام فينال غادي يكون مع يعني ليكزام ديال الترافو براتيك. دونك غادي نحاول ندير معكم يعني واحد 3 ديال لي زيكزامان ديال الترافو براتيك، غنحاول ندير معكم التصحيح دابا. وكاين واحد ليكزام اللي كنت ديجا حطيته كيو سي ام، ما صراحه غادي نعاود نقلب على هذاك ليكزام، ديجا كنت حطيته في لاشين يوتيوب ديالي كيو سي ام ديال العام اللي فات. دونك هذاك حتى هو راجعوه، ولكن انا غنحاول ندير معكم هادو دابا على شكل بخاتيك. دونك غادي نحاول ندير معكم التصحيح ديالهم بالزربه باش هكا يعني ندير معكم الكوريكسيون، وكذلك حتى ديال التي بي ديال البيولوجي انيمال. وواحد الفيديو غادي يكون ان شاء الله غدا بحال هكاك، غادي يكون واحد البي دي اف اللي فيه يعني كاع لي زيكزام ديال البيولوجي فيجيتال. يعني لي زيكزام اللي كنهضر عليهم ماشي لي زيكزام، يعني كاينين شي جوج لي زيكزام سو فورم دو كيو سي ام، وكاين لي زيكزام اللي هما حتى هما شي جوج بحال هكاك اللي هما يعني براتيك. دونك غادي يكونوا يعني جوج لي زيكزام سو فورم دو كيو سي ام، وجوج لي زيكزام اخرين او ثلاثه اللي هما براتيك يعني دي كيسيون ديريكت. وغادي نحاول ندير معاكم يعني التي دي، يعني التي دي اللي كيتحط في يعني التي دي اللي ديجا حاطينه ليكم. دونك غنحاولوا نشوفوه ونشوفوا كاع لي زيكزيرسيس اللي كيتحطوا. المهم غادي يكون واحد الفيديو اللي غتكون فيه واحد 20 دقيقه، غادي يكون فيه هادشي كامل، وغنخلي لكم بطبيعه الحال يعني لي ليان ديال هذوك لي بي دي اف باش بنادم ما يبقاش مبرزط ويجي عندي في انستغرام ويبقى مصدع راسه، نخليهم لكم في صندوق الوصف. دونك هنايا غتبعوا معايا باش واحد ما يبقى يقول لي صيفط لي هذا ليكزام ولا هذا، تبعوا معايا سؤال سؤال راه غادي نشوفوا كل شيء قدامكم. دونك عندنا اول سؤال، بوكوا اوتيليز طون هاد هيبوكلوريت دو صوديوم دون لو تكنيك دو كولوراسيون دو كوب فيجيتال، يعني علاش كنستعملوه. فبطبيعه الحال غادي يكونوا فيه يعني علاش كنستعملوه، انا غنعطيكم لا ريبونس بالزربه يعني باش ما نضيعوش الوقت. دونك بالنسبه للريبونس ديال الجواب الاول يعني علاش كنستعملوه، ها هو يعني باش يعني علاش كنستعملوه، بور اليميني لي بيغمون اي لي كومبوزي اورغانيك نون اسونسييل دو تيسي فيجيتو، سو كي بيرمي دو ميو فيزواليزي لي ستركتور سيلولير. دونك نتوما غتبداو بلا يعني بلا ما تكتبوا هذا الشيء الاول، يعني هذا بانه كيتسمى كذلك يعني لو دو جافيل، يعني راك نتوما ديجا درتو، يعني هو يعني الا بغيتي مثلا تكتب هادشي كامل كتبه، ولكن الاهم هو هذا بور اليميني لي بيغمون لي كومبوزي اورغانيك نون اسونسييل. دونك غنشوفوا لي كيسيون الثانيه شنو قالت. بالنسبه لا كيسيون الثانيه الدراري قال لك سيتي لي كاركتيريستيك دو ديستينكسيون اونتر اون تيج مونوكوتيليدون اي ديكوتيليدون. دونك هاد مونوكوتيليدون وديكوتيليدون غادي تعمقوا فيهم مزيان في الاس 4 ان شاء الله في لا فلوريستيك. دونك انا غنعطيكم لا ريبونس اللي هي تري تري فاسيل وسهله بزاف بصراحه، دونك راه سهله. دونك بالنسبه لا ريبونس الدراري هي هادي لا ريبونس، ها هو يعني لا تيج، ويعني لا ديفيرونس اونتر المونوكوتيليدون والديكوتيليدون. يعني شي حوايج ثاني راه تكتب لي جوج سطيرات، ها هو يعني تكتبوا لهم هاد السطيرات راه كاين يعني خديتها من الكور. دونك راه تلقاوها في البوليكو في البارتي ديال الكور موفيس، راه تري فاسيل هادشي، يعني شي حاجه سهله كيكونوا داروها معكم. دونك ندوزو لكيستيون اخرين. بالنسبه لكيستيون 3 دري قالك دوني لو ديسان بيان ليجوندي دان سيلول دو ساكاروميسيس سيرفيزيال. المهم هاد لوفيغ بولونجيغ هو هاد ساكاروميس سيرفيسيه، فغادي تقراو حتى هو في الفلوريستيك يعني في الاس 4، لان البي في مبنيه على الفلوريستيك في الاس 4. دونك هاد الشيما انا عطيتكم واحد الشيما انا قلبت عليه ولقيتها ليكم. دونك بالنسبه للشيما الدراري هي هادي على هاد الشكل، ها هي كيفاش لقيتها. المهم نتوما حاولوا كيفاش ترسموها وصافي، حيت هو في ليكزام فينا راه كيكون يعني لي زيكزام طويل، وهذا راه تيبي كيعطوك غير ثلاثه الكيستيون بحال هكا. دونك ها هي كيفاش مرسومه، غير اللي بغى مثلا يشوفها راه غتلقاوها في جوجل هاد الشيما، ولا تلقاوها في البوليكوب ديال تيبي. دونك راه باينه ها كي شنو كاين هنا، مومبران بلازميك باغوا ريبوزوم. المهم نتوما تحاولوا ترسموها الرسم ديالكم. غنشوفوا لي زيكزام الاخر، لان غنشوفوا لي زيكزام الاخر لانني داير لكم هنا شي جوج ولا ثلاثه. بالنسبه لهاد لي زيكزام كذلك يعني حتى هو في دي كيسيون اللي هما باينين، شنو هو لو مود دو ريبروديكسيون ديال هاد دو ساكاروميسيس سيرفيسيال اللي هي كنا هضرنا عليها، يعني لو فيغ ديك الخميره اللي كنا هضرنا عليها دابا، لان هي اللي درتو في التي بي. قال لك شنو هو لو مود دو ريبروديكسيون، يعني شنو هو نوع داك التوالد ديالها، يعني كيفاش كدير التوالد. دونك راه ساهل حتى هو.
دونك اللي بغا ما يطولش راهم كاينين جوج يعني بو سو برودوي دو مانيير، يعني بار ملتيبليكاسيون اسوكسيي او بار ريبروديكسيون سوكسيي. مثلا اللي بغا يشرحهم راه يشرحهم على حساب البروف واش عطيكم ليسباس بزاف. مثلا الا قالت لك اشرحهم ليا تقول لها ملتيبليكاسيون اسوكسيي سو برودوي بار لو بروجمون طوندي كو لا برودكسيون سوكسيي امبليكي لا فيزيون دي سيلول هابلواد pour former une cellule diploïde temporaire qui subit ensuite une méiose pour produire quatre cellules haploïdes uniques. Ça صافي وصل غير حد يونيك صافي يعني غير هنا بارك عليك. ولا بغيت تشرح كذلك عن لا ريبروديكسيون اسيكسيي. المهم هما راه كاينين جوج يعني كيفاش كتم، انا يعني الاسئله راه غيكونوا يعني تقريبا غتعطيكم غير واحد جوج اللي جوج سطيرات يعني غتكتب لها بار لا ملتيبليكاسيون اسيكسيي او ولا بار لا ريبروديكسيون سيكسيي يعني عبر التوالد الجنسي او لا عبر التوالد اللاجنسي. دونك هاد لي كيسيون اللي هما ساهلين. وبالنسبه للكيسيون الثانيه الدراري كانوا ضاربين عليها يعني انها ما كايناش. دونك سيتي لي ديفيرونت ايتاب دو لا تكنيك دو كولوراسيون، شنو هما لي ديفيرونت ايتاب ديال التكنيك دو كولوراسيون اللي كنتو درتو في التي بي؟ يعني ها هما راح يعني اصلا يعني مثلا الا بغيتو مثلا بلو ديتاي انا غنعطيهم لكم هنا. دونك بما انه غير التي بي يعني ماشي اكزام فينال غادي تكتبهم ليها يعني غير بالترتيب. تكتب ليها مثلا فيكساسيون، تكتب ليها الغينساج، وغتكتب ليها الكولوراسيون، وتكتب كذلك يعني الغينساج اللي كاينه يعني على جوج مرات، وكل وحده تكتب فيها مثلا غير جوج كلمات ثلاثه باش انك تبين. وفي الاخر عندنا مونتاج، وفي الاخر يعني صافي هادشي اللي كاين، مونتاج، غينساج، الكولوراسيون، غينساج كذلك الفيكساسيون. دونك هادو هما لي زيتاب. هادو بلا ما تكتبوا هادشي كامل يعني كتبوا غير الحوايج اللي مهمين. دونك بالنسبه لي ديفينيسيون يعني عطاتكم قالك ديفينير افيك بلو ديتايي لو تيرم سويفون، يعني غتديفيني هاد لي تيرم هادو. عندنا لي بيديرم، عندنا الكولونشيم، وعندنا سكليرونشيم، وعندنا الميزوفي. دونك غادي نحاولوا نشوفوا واحد ديفينيسيون ديال كل واحد فيهم. دونك بالنسبه لي بيديرم هادي هي ديفينيسيون ديالها، سي ان تيسو بار ان سول اسيست دو سيلول فيفون ابلاتي سان كلوروفيل. دونك راه تكتبوا غير جمله واحده راه كافيه. بالنسبه لي ديفينيسيون الاخرين كاين هاد الكولونشيم، يعني الديفينيسيون ديالو هي هادي هي قدامكم، ولكن يعني شنو هو هاد الكولونشيم؟ هو واحد تيسي دو سوتيا. ها هو كيما كتشوفوا هنا، ها هو لي تيسي دو سوتيا، كاين الكولونشيم وسكليرونشيم. دونك غتكتب ليها سيتان تيسي دو سوتيا، وعاد تكتب ليه هاد اللعيبات اي بريزون دي سيلول فيفون لعيبات. واش فهمتوا البلان كيفاش؟ دونك غندوزو للديفينيسيون. كذلك لي سكليرونشيم، لي سكليرونشيم غتكتب قدامو سيتان تيسي دو سوتيا، لانه ها هو كاين هنا، ها هو سكليرونشيم ستان تيستي دو سوتيان، وتكتب ليها هاد الشويه اللي كاين هنايا حد تيرميني بلا ما تكتب هادشي كامل. دونك راه شي حوايج اللي ساهلين. دونك بالنسبه للكيستيون خمسه قالك شنو هما لي كريتير دو ديتيرميناسيون دان فوي، شنو هما لي كريتير المعايير اللي كنميزو بهم يعني لو فوي باش نحدو بهم لو فوي. دونك تا هادو ساهلين، يعني غتكتب ليها لا فورم، لا فورم، وتكتب ليها لو بورد، وتكتب ليها نيرفيل سونترال. تكتب غير هادو اللي باينين، اما هذاك الشيء باش تبين ليها يعني راه ما يكفكش الوقت. لو تيكستور الى اخر، لو كولور، لو تيب دو في. طب تكتب غير هادو اللي بلي ديتاي، اما باش ديتاي بزاف ما يعني صافي بلاش، يعني غتكتب ليها غير هادشي اللي قلت لكم. دونك غنديروا التتمه. وهنا قلت لك سيتي ايتابلير اون كومباريزون اونتر اون تيج مونوكوتيليدون اي اون تيج ديكوتيليدون. هي اللي شفنا في لي زيكزام الاول، راه ديجا وريتها لكم، ولا بغيتو نعاود نوريها لكم راه نوريها لكم. هي اللي شفناها في هاد ليكزام نيت في البداية. دونك راه هي هادي مونوكوتيليدون وديكوتيليدون اللي شفنا قبيله في الفيديو الاول. دونك يلا الدراري الله يعاونكم وتهلاو ليا فروسكم. وهادو هما دي كيستيون اللي كيتحطوا في الديبي ديال البي في. يلا غدا ان شاء الله نتلاقاو في لي زيكزام فينو، يعني لي زيكزام فينال ان شاء الله اللي غنحاولوا نحط فيه يعني كاع داكشي اللي غتحتاجوا. ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم، وكنتمنى لكم التوفيق والله يسر لكم. عندكم شي اكزام اخر ديال التي بي ديال البي في من غير داك كيو سي ام اللي كاين ديال العام والعام اللي فات جو بونس هذاك بلاش لان انا عندي هذاك. المهم الا كان عندكم شي اكزام اخر صيفطوا ليا في انستغرام ولا في واتساب ونخرجوه لكم ان شاء الله والله يعاونكم.